حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. صحفية بريطانية تتحدث عن مطار صنعاء الدولي موحشا لا أحد فيه غير محمد الحوثي داخل مصفحته. موقع ألماني يتساءل لماذا نخاف من فيروس كورونا الجديد أكثر من الإنفلونزا. الدكتاتوريات تساعد على تفشي الأوبئة. أهلا بكم. مواكب الموتى هي أكبر تجمع يحدث في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي وفقا لموقع الصحوانات. 14 موكبا حوثيا يساقون إلى المقابر في 4 محافظات. وقال الموقع تواصل في عدد من مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي تشييع قتل الجماعة الذين قتلوا خلال الأيام القليلة الماضية بجبهات نهم والجوف. وأفاد الموقع أن قناة المسيرة في تغطية متواصلة لمشاهد تشييع القتلى في عدد من القرى والمدن، حيث يجري إرسال القتلى إلى مقابرهم على متن عشرات السيارات المدججة بالشعارات الخضراء والتي شهدت بصورة لافتة في بعض أحياء صنعاء وقرى عمران وذمار وحجة والمحويت. مدينة مأرب دوت فيها انفجارات عنيفة إثر قصف استهدف مخزن أسلحة تابع للجيش، وقد تحدثت تفاصيل الأخبار عن ما حدث. بالمقابل هناك خبر مختلف قادم من ذات المدينة، حيث نطالع من موقع المصدر أونلاين. وأخيرا سيكون في مأرب حديقة تسليم مواقع لمستثمرين لإنشاء 3 حدائق عامة بتكلفة 4 ملايين دولار. وقال صندوق النظافة والتحسين بمحافظة مأرب إنه سلم 3 مستثمرين محليين 3 مواقع لإنشاء حدائق عامة في مدينة مأرب بكلفة 4,600,000 دولار. وأوضح مدير عام الصندوق محمد عطية أن هذه المشاريع تأتي في إطار المخطط العمراني الحديث للمدينة، والذي يلبي احتياجات المواطنين بالشراكة مع القطاع الخاص على أن يتم تأهيل وإنشاء الحدائق وفق المخططات المسلمة لهم. الحدائق 3 تبلغ مساحتها الإجمالية 108,000 متر مربع، على أن يقوم المستثمرون بتأهيلها وتجهيزها وافتتاحها في غضون 6 أشهر. وتعاني مدينة مأرب من ازدحام سكاني كبير جراء تدفق النازحين من مناطق المواجهات والخاضعة لسيطرة الحوثيين شمال وغرب اليمن، فيما لا تتوفر فيها متنزهات وحدائق عامة، ما دفع السلطة المحلية للبحث عن شراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين في هذا المجال. ولهذا الحرب مستمرة. تحت هذا العنوان كتب حسن عبد الوارث مقاله المنشور في موقع يمن مونيتور، مضيفا في أجزاء من المقال: لا أدري من أين يأتي البعض بكل هذا التفاؤل أو الأمل في انفراج كرب الحرب في زمن قريب. لا المعلومات والأخبار الصحيحة تشير إلى ذلك البتة، ولا المؤشرات والتجليات تفصح عن هذا التفاؤل، ولا المقدمات ونتائجها تقول بصواب ذاك الأمل، ولا أي علامات أو شواهد على الإطلاق. فكل هذه وتلك تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك على أن الحرب عدها مطولة، وأن أذرعها الأخطبوطية لا تزال تتطاول حتى تبلغ أقصى مداها في الميدان وفي الوعي والوجدان وفي الإنسان والعمران. ويوماً عن يوم تتجلى حقائق يدركها العقل السليم بسهولة مفرطة، تقول بجملة من الثوابت ذات البصمات الداكنة، أبرزها إن وباء الفساد استشرى في أوسع نطاق في صفوف القوى المتقاتلة، قياداتها بالذات أقصد، فظهرت أموال الحرب وغسيلها بصورة لم يعرفها يوماً لا تاريخ الحروب ولا تاريخ الفساد على السواء. ولهذا فقد ازدهرت شهية تلكم القيادات، ولا زالت وستظل حتى آخر قطرة ماء في النهر وآخر ذرة تراب في الجبل. مغارة علي بابا انفتحت على مصراعيها قبالة قياصرة الحرب وتجارها من كل الأطراف في الداخل والخارج، فكيف للحرب أن تنتهي ولا يزال ثمة ذهب وفضة ولؤلؤ وزمرد ومرجان وياقوت؟ في الوقت الذي بليت الشرعية بحلفاء حرب لم يكونوا أصدقاء صادقين على الإطلاق، بل خونة حقيقيين يجيدون الطعن في الظهر والغدر في منتصف الطريق والتآمر في عقر البيت. حظي الحوثيون بحلفاء حرب مخلصين لهم وصادقين معهم ومساندين في مدلهم الأوقات والأزمات، عدا أنهم معلمون مهرة لتلاميذ مطيعين.
أن الحوثي وحليفه وجهان لعملة واحدة وعمل واحد وقول واحد ومبدأ واحد ومذهب واحد ومدرسة واحدة. أما الشرعية وحليفها فألف وجه وألف جسد ومنابع شتى ومصبات كثيرة ومصالح متضاربة ورؤى متناقضة. صحيفة الشرق الأوسط تتحدث عن استمرار الحوثيين في التحشيد للقتال في نهم، وعنونت الصحيفة: المتمردون يواصلون التحشيد في نهم رغم تصاعد مواكب قتلاهم. وأفادت مصادر محلية في صنعاء بأن الميليشيات الحوثية المتمردة استمرت خلال الأيام الماضية في إرسال حشود جديدة من المجندين باتجاه مناطق شرق صنعاء. واعترفت المصادر الحوثية الرسمية من خلال مواكب التشييع بمقتل المئات من عناصرها خلال الأسبوعين الأخيرين، بينهم قيادات ميدانية لقت مصرعها في المعارك التي يخوضها الجيش اليمني. وقدرت المصادر أن الجماعة خسرت في الأسبوعين الأخيرين المئات من عناصرها، بينهم على الأقل 80 من قادتها الميدانيين الذين كانت دفعت بهم إلى عمليات تهدف إلى التقدم على حساب القوات الحكومية. وخلال الأيام الماضية أكد شهود عيان في صنعاء أن قادة الميليشيات الحوثية وجهوا أتباعهم في الأحياء والمدارس والمساجد والمصالح الحكومية المحتلة من أجل تحشيد المزيد من المجندين إلى جبهات القتال، فضلاً عن حض السكان على التبرع بالمال والغذاء من أجل دعم المقاتلين. وقالت الصحيفة إن الجماعة تصر على إرسال مزيد من عناصرها إلى جبهات القتال لتعويض النقص العددي في قوام مقاتليها. كورونا الصين وأوبئة اليمن. تحت هذا العنوان كتب عادل الأحمد مقاله المنشور في العرب الجديد، مضيفا: على مدى اليومين الماضيين على الأقل توجهت أنظار اليمنيين نحو وضع ما يقرب من 300 طالب يمني موجودين في الصين يواجهون شبح الإصابة بفيروس كورونا في ظل تحرك العديد من الدول لإجلاء رعاياها من البلاد بعد التفشي الخطير للفيروس والذي يواجه استنفارا في مختلف دول العالم. بالنسبة لليمن على نحو خاص، يعيد الحديث عن نقل مقيمين في دولة الصين النظر إلى الوضع المأساوي لليمن، إذ يقف القطاع الصحي على شفا الانهيار منذ سنوات ويموت المئات في المستشفيات أو في طريق الوصول إليها، كان بالإمكان إنقاذ حياتهم في ظروف صحية أخرى. خلال الأشهر الأخيرة من العام 2019 حصدت الإنفلونزا الموسمية المعروفة بإنفلونزا الخنازير أرواح المئات من اليمنيين من دون أن تتحرك المنظمات الدولية التي تتصدر الجانب الإغاثي وتتسلم ملايين الدولارات من المانحين بما يتناسب مع مستوى الخطر. كما أن الدفتيريا والكوليرا وغيرهما من الأوبئة انتشرت بفترات متفاوتة خلال السنوات الماضية من دون أن تكون هناك خطوات جادة لتحييد الجانب الصحي على الأقل، بل المؤسف أنه يتحول إلى ملف للمتاجرة بالوضع الإنساني سواء من منظمات دولية أو أطراف محلية. حري باليمنيين وغيرهم من الشعوب العربية وفي الدول التي تعيش تحت وطأة الميليشيات والصراعات المحلية والأوبئة وهم يتابعون التحرك الصيني لمواجهة الوباء القاتل أن يجعلوا منه مناسبة للانتفاض ضد الأوبئة المحلية التي يواجه خطرها الملايين، على أن الوباء الأكبر هو الحرب والميليشيات والأطراف الإقليمية التي تغذيها من دون التقليل من أهمية حق اليمنيين في الصين أو أي دولة بالإجلاء من مناطق خطر الفيروس. كيف يبدو مطار صنعاء منذ سنوات الحرب وسيطرة الميليشيا عليه؟ هذا ما سنعرفه من خلال ما كتبته ليز دوسيت كبيرة مراسلي الشؤون الدولية في بي بي سي، والتي عنونت تقريرها: الجسر الجوي الطبي يعطي بارقة أمل لليمنيين. تقول المراسلة: قبل أيام من بدء الجسر الجوي الطبي أخذنا إلى مطار صنعاء الدولي فوجدناه موحشا لا حركة فيه، ولكن من استقبل الصحفية وغيرها من الصحفيين الأجانب في المطار؟ تقول: خرج إلينا القيادي في جماعة الحوثيين محمد علي الحوثي على عربة مسلحة، كانت فرصة نادرة له ليتحدث إلى وفد من الصحفيين الأجانب، فقال: جئنا بكم إلى هذا المطار لنبين لكم أنه تعرض لهجمات في السابق وهو الآن مغلق. تفيد ليز دوسيت: رأينا طائرة تابعة لبرنامج الغذاء العالمي على مدرج المطار، وعلى حافة المدرج حطام
الطائرة يعتقد أن غارات التحالف هي التي دمرتها في 2016. وفي الداخل قاعة المغادرة خالية إلا من القطط الضالة، وفي الطابق الأعلى مكاتب وكراسي تغطيها طبقات من الغبار تراكمت على مدار 3 سنوات. تتساءل الروائية اللبنانية نجوى بركات عن موضوع الكتابة، وترى في مقال نشرته العربي الجديد تحت عنوان لمن تكتب، مضيفة: سؤال لمن تكتب يقصي الكاتب مباشرة عن فعل الكتابة بما يعنيه من فرادة وغرابة وغنو وتعقيدات، ليقفز به إلى بعد آخر تنتفي فيه أسئلته وشكوكه وقلقه، أي إلى حيث انتهى من الكتاب ليصبح في يدي قارئ ما. أجل، السؤال لمن تكتب لا يحاكي عالم الكتابة البتة ولا عالم الكاتب، وإنما عالم القراءة، حيث ينعدم دور الكاتب ويتقلص تأثيره، تاركاً روايته أن تصطدم وتتفاعل بكل تكويناتها مع القراء. وقد يبدو مبالغاً القول إن القارئ بالنسبة للكاتب وجود خيالي متوهم وغير ملموس على الرغم من وجوده الفعلي، فبداية لا يوجد بروفايل واضح لقارئ ما، وإنما هناك بروفايلات قراء بعدد القراء أنفسهم، هناك المستهلك وهناك المريد، الموسمي والمثابر المستديم، رائد الصالونات الاجتماعية أو المتنسك الانعزالي، المنفتح والمتطرف، المدعي والمغالي، والمتواضع ثري المخيلة أو فقيرها حد الإسفاف. أجل، لا وجود لقارئ مفترض إلا لاحقاً جداً وبشكل ثانوي، وبنسبة لا تقلق لدى الكاتب إلا هم التلقي وليس أسئلة الإبداع وجحيمه. القارئ عنصر طارئ على فعل الكتابة بدليل وجود كتاب يكتبون ولا ينشرون، أو أنهم كتبوا طويلاً ولم ينشروا إلا بعد مماتهم. والقارئ عنصر ثانوي تضخمت الأنا لديه وقد فرضته قوانين السوق بعرضها وطلبها ومعاييرها الخاصة بالرواج والانتشار والفشل والنجاح وترشيحات الجوائز أو الترجمة إلى لغة أخرى، وهذه كلها معايير لا تمت دائماً بصلة إلى جودة المستوى أو فرادة العمل الإبداعي، كما أنها لا تخاطب عزلة الكاتب ولا وحدته ولا تخبطه في مستنقع الخلق الأدبي. أجل، سؤال لمن تكتب مغلوط من أصله، ملغوم غير حقيقي، ذلك لأن الكاتب يكتب ربما لا لأحد، للعدم، للكون، للفراغ، للموت، للذاكرة، لنفسه، لقسوة أن نولد، لظلم أن نموت، لعبثية أن نمرض ونشيخ. يحلو للبعض المقارنة بين فيروس كورونا الجديد وموجات الإنفلونزا الشديدة، فالإنفلونزا وباء مميت ويمكن أن يؤدي إلى وفاة عدة آلاف وإصابة ملايين من البشر في حالة تفشيه بشدة، ورغم ذلك فالعالم مرتبك جراء تفشي كورونا. لماذا؟ يتساءل موقع الدي دبليو الألماني، لماذا نخاف من فيروس كورونا الجديد أكثر من الإنفلونزا؟ وقال الموقع إن هناك هموما تبرر الإجراءات الفورية التي اتخذتها كثير من الدول للتصدي لوباء كورونا، ولكن هناك أيضا عواطف وانفعالات تقف وراءها. ودى الخبراء المعنيون لو عاود الفيروس الجديد الاختفاء، حيث يسعون من خلال جميع الإجراءات الممكنة لمنع انتشار الجرثومة المميتة الجديدة وتوطنها بين سكان العالم. كما أن خبراء معهد روبرت كوخ الألماني يرون أن منع استقرار هذا الفيروس لدى البشر أمر حاسم، محذرين من أن عدم النجاح في ذلك سيؤدي إلى وجود فيروس آخر يمكن أن يتسبب في أمراض جسيمة للجهاز التنفسي. فوق ذلك فإن الفيروس الجديد لم يخضع بعد لدراسة مستفيضة، وطالما لم نعرف بشكل نهائي شيئا عن مثل هذا الفيروس فلا بد من توقي بالغ الحيطة والحذر. هناك مكونات عاطفية وانفعالية تتسبب في هذا القلق، حيث تبدو الصور القادمة من الصين التي اندلع فيها فيروس كورونا الجديد أولا مؤلمة بشكل بالغ، كما تبدو مدن صينية وكأنها قد كنست من سكانها وانعزل ملايين الناس في هذه المدن عن العالم. جريدة آي نشرت مقالا للكاتب مارك والاس بعنوان الدكتاتوريات تساعد على تفشي الأوبئة. يقول والاس إن الأنظمة الدكتاتورية تتسم بصفتين أساسيتين، الأولى أنها تكذب دوما، والثانية أنها تقتل الناس.
ويضرب ولاس عدة أمثلة بما فعلته الأنظمة الدكتاتورية خلال الأزمات، بدءا من أزمة انفجار مفاعل تشيرنوبيل النووي في الاتحاد السوفيتي السابق، مرورا بمجاعة إثيوبيا عام 1984، وصولا إلى إسقاط الطائرة الأوكرانية في إيران الشهر الماضي. ويقول ولاس: الصين ليست استثناء من ذلك، فالحزب الشيوعي الصيني يقتل ويعذب ويضطهد معارضيه، فقد اعتقل مؤخرا أعدادا كبيرة من الأيغور لأنهم مسلمون. وأفاد بأن ممارسات النظام الدكتاتوري الصيني ساهمت في انتشاره بهذه السرعة، قللوا من أعداد الضحايا والمصابين بهدف تهدئة الرأي العام. صحيفة الغارديان نشرت صورا من الصين تحت عنوان يوم في ووهان، وهي المدينة التي بدأ منها فيروس كورونا، وقد بدت الشوارع خالية من الناس والمدينة معزولة عن كل شيء. نتابع الصور من هناك. الكاريكاتور فن طوع الخطوط لتصنع رسوما تواكب أحداث العالم وتحاكي قصصا واقعية يعيشها البشر في حياتهم اليومية. نتابع جزءا من ذلك. إذن بهذه المجموعة من الصور ورسوم الكاريكاتير نصل إلى ختام حلقة هذا اليوم. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.